طب اخويا ما كان نروح جنبي بص عليك بدل ما كان نروح من تاني عليك طبخ احنا ما نتكلم خليك نخلص ونتكلم والنخلص مش بنتكلم يا ابويا يعني هتهم من الاول طب نخلص مش احنا يعني هتهم من الاول عليك طلاق شاح تمندي كلمني في التليفون قال لي خليك افهم من الاول تاني وما سابق عند القهوه انا متاكد قوي حبك كالموج يداعبنا يتأجج بين شرائين فأعيش العمر أراقبه يسألني حبك يسألنا أنا في صمت أجاوبها يتباعد عني ويهجرنا تغيب شراع مراكبها كم جئت لدارك مهموما وسألت جميع جوانبه كم جئت لدارك مهموما وسألت جميع جوانبه ولكن الدار يا أسفي شبح الحرمان يطارد كم جئت لدارك مهموما Yeah.
Gracias.